مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مشاهدينا، حالة من الجدل بين الأزهر الشريف والحكومة بسبب اختيار الهيئة الشرعية المنوط بها مراقبة إجراءات قانون السكوك، والتي تتكون من 9 أعضاء من عامة العلماء بدون قصرها على علماء الأزهر الشريف فقط، وهو ما أثار مخاوف الأزهر من محاولة تسييس اختيار الهيئة بما يخدم أهداف الحكومة. فيما عقدت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف الاثنين أول اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون السكوك المحال إليها من الرئيس مرسي خلال الأيام الماضية، وكانت لجنة البحوث التابعة للهيئة قد عكفت على قراءتها خلال الأيام الماضية، فيما تتجه الهيئة إلى كتابة بعض التعليقات التي رآها البعض تعليقات شكلية على مواد القانون حسب مصادر بالهيئة، ويتم إرسال المسودة بتعليقات الهيئة إلى الرئيس مرسي لإقرارها بعد إضافة تعليقات الهيئة. مشاهدينا، سنحاول أن نرصد بالتحليل هذا الجدل حول موضوع السكوك، موضوع الهيئة الشرعية التي ستراقب حركة السكوك، من خلال ضيوفي في استوديو الجزيرة مباشر مصر النائب محمد الفقي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى. أهلا بك معنا أستاذ محمد. أهلا وسهلا بحضرتك. وكذلك دكتور محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي. أهلا بك معنا دكتور بلتاجي. وأخيرا دكتور عباس شومان رئيس قسم الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر. أهلا بك دكتور عباس. حقيقة دعني أبدأ بك دكتور عباس. ما تواتر في بعض وسائل الإعلام للحقيقة اليوم من أن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف قد رفضت مشروع قانون السكوك الإسلامية، لكن اسمح لي قبل أن أخذ هذه المعلومة المهمة من حضرتك أن نعرض فقط لبعض المعلومات حول الأمر الخاص بمشروع السكوك، وأيضا بمشروع أو مسألة الهيئة الشرعية المنتظرة للرقابة على السكوك. سنعرض لبعض المعلومات عنها ثم بعد ذلك نبدأ هذا الحوار. كانت هذه مشاهدينا بعض المعلومات عن مشروع الهيئة الشرعية أو ما يعرف بالهيئة الشرعية لمراقبة السكوك، وما يثار من جدل حولها بين الأزهر الشريف وبين الحكومة أو مجلس الشورى. قبل أن أعرض لهذه المعلومات، كنت قد سألت دكتور عباس شومان رئيس قسم الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر عن موقف هيئة كبار العلماء داخل الأزهر الشريف من القانون أو مشروع القانون إذا صح هذا التعبير برمتي. ما الذي حدث فيه، وهل لهيئة كبار العلماء موقف من هذا القانون أم لا؟ هذا ما سنعرفه الآن من دكتور عباس. تفضل يا دكتور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من والاه وبعد. في الحقيقة يعني هي ليس جديدا على وسائل الإعلام أنها حين يعني لا تجد معلومة تتكهن، فهذا أمر عجيب. المشروع أو القانون عرض
على هيئة كبار العلماء بالأمس فقط. بالأمس عقدت جلسة والاهتمام الأزهر بإنجاز الأمر في أقرب وقت ما أمر فضيلة الإمام شيخ الأزهر باعتبار جلسة مفتوحة حتى الانتهاء من النظر، لأنه لأول مرة تنظر في هيئة كبار العلماء، والمشروع يتكون من أكثر من 30 مادة، فيحتاج إلى القراءة والتدقيق واستطلاع آراء كل أعضاء هيئة كبار العلماء، فالموضوع يستغرق وقتا. فكون يعني وسائل الإعلام تقول أن هيئة كبار العلماء رفضت أو وافقت، هذا أمر عجيب. لو وافقت أو رفضت لكانت أعلنت رأيها، لكنها ما زالت تنظر في المشروع ولم تنتهي منه، والجلسة مفتوحة. طيب وإن شاء الله يعني يوم الخميس نستطيع. ما الذي حدث في الجلسة الأولى أو الجولة الأولى لمناقشة هذا القانون؟ يعني هذا يعني ليس مهما ما حدث حين يعرض أمر على هيئة علمية، طبيعة الحال لابد من قراءة الموضوع وفهم بنوده، هذه بالجهة الرسمية. يعني حتى إذا كان هيئة كبار العلماء لهم خلفية بالموضوع وبفقراته هذا شيء، وحين يعرض عليها عرضا رسميا ويطلب منه رأي هذا شيء آخر. الحقيقة أنا تعمدت أن أسأل حضرتك السؤال ده في بداية الحلقة، لأن أنا بنفسي قريته على الأقل في يعني في موقع إلكتروني وفي صحيفة يومية، فإحنا بس عشان نقفل باب اللغط في هذا الأمر. أنا أؤكد أن هذا لا أساس له من الصحة، وإذا نسب إلى هيئة كبار العلماء فهذا زعم باطل. كويس. أيا كان من حسم عرضه حسم نعم. هذا الأمر دكتور عباس شومان رئيس قسم الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف يقول أو يؤكد أنه ليس صحيح على الإطلاق رفض هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف لمشروع السكوك، هذا الكلام ليس صحيح بالمرة. عودة إليك أو نبدأ معك دكتور أستاذ فقي، حقيقة هل من الممكن في دقيقة واحدة أن للمشاهد البسيط نقول له يعني سكوك من وحي المشروع طبعا وليس السكوك بالمعنى العام يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة بداية بشكرك على الاستضافة، وبالذات ان انا معي اخي الحبيب الاستاذ الدكتور محمد البلتاجي، وهو واحد من صناع هذا القانون، واخي الاستاذ الجليل الدكتور عباس شومان، وهو رجل فقيه معتبر يعتد بشهادته. أنا عايز أقول السكوك ببساطة هي بسمة أمل نرسلها إلى الشعب المصري، وأنا متعجب جدا جدا كيف نحول البدهيات وإلى أمور جدلية وإلى أمور مختلفة عليها. إحنا ما بنألفش، ببساطة شديدة هذه السكوك معمول بها من أكثر من 20 سنة ونجحت في دول كثيرة، ولا أقول دول إسلامية فقط ولكن دول إسلامية ودول كبيرة جدا غير إسلامية، يعني في أمريكا وفي إنجلترا وفي فرنسا وفي ألمانيا وفي غيرها من الدول. إحنا مش جايين نجرب في شعب مصر حاجة لم تجرب، إحنا جايين بنقول أداة من أدوات التمويل فيها كل ما يتمناه الاقتصاديون. يعني وتتميز بإيه؟ تتميز بإيه؟ هذه الأداة لا تزيد الدين العام قرشا ولا فلسا واحدا. هذه الأداة لا تزيد التضخم شيئا ولا نسبة مئوية. هذه الأداة لا تخفض التصنيف الائتماني. هذه الأداة لا تحتاج إلى شروط من صندوق ولا من غيره. هذه الأداة تشغل مئات الآلاف من العاطلين. أنا بقوله بوضوح إن شاء الله هذا القانون لما تصدر اللائحة التنفيذية ويطبق بإذن الله نجد مئات الآلاف من فرص العمل. من خلال أزيد عليك وتصحح لي يا دكتور فقي، بما أننا اتكلمنا في الموضوع ده أنا كنت عايز أخليله دقيقة واحدة لكن واضح أن احنا هناخد له دقيقة كده. المهم جدا، هذه الأداة هل بشكل أو بآخر ترهن الأصول المصرية، يعني أصول الدولة سواء لمصريين أو غير مصريين، حتى
نعم أم لا؟ بكل تأكيد لا. وأنا هدع القانون هو الذي يرد بوضوح شديد المادة الثانية بتقول لا تخل أحكام القانون المرفق بالضوابط والأحكام التي تنظم تملك الأجانب للأراضي والعقارات المبنية وفقا للقوانين السارية، ويحظر إصدار صكوك مقابل الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة. المادة الرابعة، ودي مهمة جدا أيضا. ده أنا هقول لك مش المادة الرابعة فقط، يعني المادة الرابعة بتقول، شوف بقى، اسمع الكلام المحكم. لا يجوز أن تكون ملكية العقارات، مش بس العقارات، أو المنقولات التي للدولة، حتى المنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والمخصصة للنفع العام، ولا ملكية الموجودات القائمة وقت الإصدار. الناس خايفة من إيه؟ من بيع القطاع العام وله خصخصة. اسمع دي، وقت الإصدار لشركات القطاع العام لا يجوز، وقطاع الأعمال العام، يبقى القطاع العام وقطاع الأعمال العام، متى كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة محلا لعقد إصدار صكوك أصلا، ولا محلا لحجز ناشئ عن إصدارها، كما لا يجوز ترتيب أي حق عيني آخر عليها من ضمن الحقوق العينية اللي حضرتك بتتكلم عنه، اللي هو مسألة الارتهان. كل ما يقال رسالة للمواطن المصري البسيط والمرأة المصرية البسيطة، كل ما يقال عن رهن أصول الدولة، رهن قناة السويس، كلام فارغ، كلام لا يمت، كلام غرضه الوحيد هو المزايدات السياسية والمكايدات السياسية وتحويل كل ما ينتجه مجلس الشورى إلى مساوئ ومعايب. السبب إما هذا وإما عدم القراءة والاستسلام لما يأتي من صحف كالصحيفة التي أصدرت هذا الخبر الكاذب لتبلبل الرأي العام وتصنع به ما صنعت كما نفى، وهو الخبر الذي نفاه فضيلة الأستاذ الدكتور. نروح للدكتور بلتاجي. مسألة الحقيقة، بس مشاهدينا، احنا ما بنناقش الجدوى الاقتصادية لسه لمشروع او لقانون السكوك، وما قيل ان هو ممكن ان يأتي للدولة بعشرة مليارات دولار او جنيه، ايا كان هذا الرقم، نحن ده مش مجالنا الحقيقة، ممكن يكون في اماكن اخرى نناقش الجدوى الاقتصادية، لكن انا عايز اروح لمسألة فكرة الهيئة الشرعية. دورها هيكون ايه وتكوينها هيكون شكله ايه؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم. دور الهيئة الشرعية بصفة عامة في أي معاملات تخضع للنواحي الشرعية، لابد أن يكون هناك هيئة تدرس هذا المشروع وتدرس إجراءات تطبيقه وتدرس العقود التي يتم إصدارها وعمليات المتابعة. فدور الهيئة الشرعية هو دور محوري كاملا لعملية إصدار الصك. كل صك عندما يتم إصداره هو شركة بمفردها، لها إدارة ولها إجراءات ولها دراسات ولها نشرة إصدار ولها عملية طرح السكوك وعمليات دراسات. طيب كل هذه الأمور يعني وكأن مواطن بسيط بعيدا. وأنا الحقيقة برضك المسائل الاقتصادية دي شوية عايزة شيء من الفهم. هيئة شرعية، ده معناها أن الهيئة دي قاعدة بتقول لنا هذه المعاملة صح وخطأ، حلال وحلال أم حرام، فممكن تقعد تقول لك لا هذه المعاملة حرام، لا ما ينفعش نكمل فيها، وهذه المعاملة حلال، لا هنكمل. هل ده المفهوم بالهيئة الشرعية؟ من أحد مهام الهيئة الشرعية. حتى أن القانون في المادة 21 أوضح مهام الهيئة الشرعية، ليس فقط أنت عند إصدار الصك أن تقول هذا حلال أم هذا حرام، ولكن هي عملية متابعة دورية للصك منذ دراسته وإنشائه وتطبيقه وتنفيذه حتى يتم إطفاء الصك أو ما يسمى بتصفية الصك واسترداد أصحاب السكوك لأموالهم وعائدهم، ثم رد الأصل إلى الدولة أو الجهة المصدرة مرة أخرى. فالقضية ليست مجرد أن هو الهيئة الشرعية تصدر فقط حكمها بالشرع أنها حلال أم حرام، ولكن هي محافظة على أموال أصحاب السكوك عند تطبيق هذا الصك، بحيث تتأكد من التزام المصدر بكل الضوابط الشرعية، حتى ممكن تنظر أيضا للضوابط الفنية والمحاسبية للتأكد من تطبيقه بطريقة سليمة، وليس مجرد حاجة صورية أو عشوائية. يعني صحح لي، دايما الهيئات الشرعية دي بتكون موجودة مع ما يعرف بالبنوك الإسلامية أو اللي فيها معاملات إسلامية، بيبقى دايما ليها مثل هذه الهيئات الشرعية. وهي أيضا مرتبطة بكل ما هو متعلق بالنواحي المالية، سواء كانت بنوك أو شركات تأمين أو بورصات أو معاملات مالية، لأن لدينا في الشريعة الإسلامية ما يسمى بفقه المعاملات. فقه المعاملات ده يشكل
75% من احكام الشريعه الاسلاميه كما قال الفقهاء، ولكن هذه الامور ليست فقط في البنوك ولكنها في اي معامله ماليه او اقتصاديه داخل الدوله. دكتور بلتاجي، يعني قبل ان اذهب الى الدكتور عباس، معي عبر الهاتف الان مشاهدينا دكتور احمد النجار، مستشار وزير الماليه لشؤون السكوك. اهلا بك معنا دكتور احمد. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور. الحقيقه احنا بس يعني عايز ابدا مع حضرتك، لاني المساله اللي كانت اثير فيها لغط ما بين يعني هناك خلاف ما بين الازهر والحكومه حول التشكيل المنتظر للهيئه الشرعيه لمراقبه الصكوك. حقيقه هذا الامر دكتور احمد؟ والله لم يصلنا شيء بشكل رسمي، وسيكون الخلاف ان كان هناك خلاف مع مجلس الشورى الذي اقر القانون هذا الان، ولكن على الاحوال ما أثير في بعض وسائل الإعلام إن كان هناك تسريبات أو مشابه، هي مسألة ليست لها علاقة بالأحكام الشرعية، ولكن هي مسألة إدارية بحتة في ماهية أو الجهة التي سينط بها ترشيح أعضاء الهيئة الشرعية. ولكن رؤية في مجلس الشورى، وكان اقتراح وزارة المالية في هذا الأمر في القانون المقدم منها أو المقدم من الحكومة، أنه طالما أن هناك معايير تحكم عملية الاختيار فلا حاجة للعرض على هيئة كبار العلماء. هيئة كبار العلماء طبعا لها كل تقدير واحترام من الجميع، والأزهر مقدر عند الجميع في مصر وفي العالم الإسلامي بأكمله وفي العالم أجمع، ولكن نقول أن هناك معايير، وبالتالي المعايير هي التي تحكم عمليات الاختيار، وبالتالي وزير المالية أو السيد رئيس مجلس الوزراء عندما يصدر قرار إنشاء الهيئة الشرعية وتشكيل الهيئة من 9 خبراء لن يتعدى دوره إلا الدور الإداري والدور التنظيمي، بمعنى أن هناك معايير ستقوم وزارة المالية بالإعلان عن طلب أو الإعلان عن عضوية الهيئة وفقا للمعايير الواردة في المادة 20 من القانون. طيب ممكن تذكرنا يا دكتور أحمد بأهم هذه المعايير لو سمحت؟ نعم. الشرط الأول أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه في الفقه أو في أصول الفقه. اثنين، أن يكون له بحوث منشورة في مجال المعاملات والتنمية الإسلامي والاقتصاد الإسلامي. ثلاثة، أن يكون له خبرة في مجال عضوية الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية بحد أدنى 3 سنوات، ويفضل من شاركنا في إصدارات صكوك، بالإضافة طبعا للشروط الخاصة بالزمة طيب. المالية وعدم إفلاس وعدم الحكم. الكلام اللي حضرتك قلته، المعايير اللي حضرتك قلتها، يعني ممكن تنطبق على يعني رجل داخل مثلا الحرية والعدالة أو جماعة الإخوان المسلمين أو داخل الدعوة السلفية؟ اسمح لي بس عشان الأمور دي هي اللي بتثار، فالبعض خايف أن الموضوع يسيس، تأتي هذه الهيئة الشرعية من جهة واحدة من فصيل واحد، ولذلك يقول البعض اتركوها للأزهر، اتركوها لهيئة كبار العلماء هي اللي تختار الهيئة الشرعية ونخرج من هذه الدوامة. ردك على الكلام ده إيه؟ رد على الكلام ده أن المعايير هي معايير عامة مجردة، ومن سينطبق عليه الشروط سيرشح فورا وسيشغل إما عضوية الهيئة الشرعية في ضوء اختيار أفضل هذه العناصر أو مرتبين، إذا ما تساووا في الدرجة العلمية فسيكون الأولوية لمن حصل على الدرجة الأقدمية في الدرجة العلمية، فإذا تساوى في حصولهم على أو يعني عضوته في الهيئة الشرعية سيترتب من كان أقدم أو حصل على يعني أو لديه خبرة أكبر وهكذا، فبالتالي سيتم اختيار أكبر يعني من تنطبق عليهم الشروط ولديهم ترتيب متقدم دول 9، ثم إذا زاد العدد عن 9 سيكون. طيب أنا فهمت من كلام حضرتك إن سلطة الاختيار يا دكتور أحمد. أكمل طيب تفضل يا دكتور. نقطة بس توضح أن إذا تقدم 20 والـ20 منطبق عليهم الشروط سوف يتم ترتيبهم تنازليا دون أي تدخل من الجهة الإدارية ودون أي تدخل مرتبط باختيار أشخاص بعينهم. المعايير عامة ومجردة، لا تنطبق على حد بعينه ولا غير حد، ده أول حاجة. ثاني حاجة، 9 والله لو تقدم لها 20 والـ20 منطبق عليهم الشروط سوف يتم ترتيبهم تنازليا وفق المعايير الموجودة، وأساتذتنا كلهم عارفين يعني إيه المعايير وعارفين يعني إيه ترتيب تنازليا. ده أولا هناخد طيب. 9 دول أفضل 9 دول يبقى هم الهيئة الشرعية المركزية، ثم الـ11 الباقيين دول هم هيبقوا في السجل اللي هم برضه هيبقوا أعضاء هيئات شرعية اللي هم المشرفين على إصدارات السكوك القطاع الخاص. طيب انت حضرتك يمكن ما ردتش على سؤالي، انا اسف، او يمكن انا ما سمعتوش كويس. مساله التسييس، الخوف من التسييس، لماذا لا يترك الامر امر الاختيار لهيئه كبار العلماء بالازهر الشريف وبعد كده يختار منهم مجلس الوزراء ما يشاء او الجهه الاداريه؟ يعني ده على العكس تماما، على العكس تماما، وهذا القول مردود عليه. اذا ما ترك الامر دون معايير واضحه وضابطه لعمليه الاختيار قد تثار خلافات، اما أن تنتج ترشيحات
باستبعاد فصيل سياسي معين فهناك مشكله، او الاختيار بعض العناصر من 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 طائرات معينه ستصير ايضا مشكله. ولكن دعنا نلجا لمعايير عامه مجرده ومن سنطبق عليها. يا دكتور ما فيش خلاف على اللي انتوا تحطوا معايير، هو الخلاف هنا مش على المعايير، الخلاف على مين اللي يختار. هو البعض ما بيقول ما تسيبها بمعاييرها، بمعاييرها بالمعايير اللي انتوا حطوها سيبوها لهيئه كبار علماء الازهر، للازهر الشريف هو يختار، وانتوا بعيدوا عن الموضوع دوت عشان ما يتقالش اخوانا ولا سلفنا ولا ايا كان كل هذه المسميات اللي بتطرح في وسائل الاعلام يعني. طيب ما خليني انا اتحدث عن وزاره الماليه، اولا ما ليش علاقه ولا بالكوين ولا لها علاقه بالنور ولا بغيره، انا اتحدث عن وزاره الماليه وممثل وزاره الماليه. المعايير هي التي تختار، عشان بس الامور تبقى واضحه، المعايير هي التي تختار، بمعنى من سينطبق عليه المعايير. والله لو قلنا تسعه فقط وانطبقت عليه المعايير كان بها. اذا لم يتقدم اذا تقدم عدد اكبر سيتم التركيز تنازليا دون الحاجه لاي ترجيح، لان ما فيش ترجيح، هناك معايير تحكم عمليه الاختيار. في اطار من الشفافيه والوضوح، والوزاره ليس لديها اي مانع في نشر من تقدم ونشر السي في بتاعته، ما عندناش ادنى مشكله في هذا، والجميع سيرى من تقدم، والجميع سيرى خبرات من تقدم، والجميع سيرى مستندات من تقدم. علشان نقفل بس النقطه دي يا دكتور، خلاص بشكل نهائي الامر لن يترك لهيئه كبار العلماء، علماء الازهر شوف، حتى مع وضع معايير اللي هي اللي تختار وفقا لهذه المعايير. لا تقولني ما لم اقل، انا بس ادافع عن وجهه النظر الموجوده في القانون والتي تقدمها بها الحكومه واقرها مجلس الشورى. ولكن اؤكد بس على ان مساله اختيار اعضاء الهيئه الشرعيه دول معايير هي مساله اداريه وليست حكم شرعي. عشان بس الامور واضحه، هذا ليس حكما شرعيا، هي مساله اداريه بحته، وجود معايير وضوابط واضحه للترشيح ثم عمليه الاختيار. طيب هو انا حاسس ان انت ما ردتش على السؤال يا دكتور، عفوا يعني، انا بقول لحضرتك من وجهه نظرك بما انها هيئه شرعيه الافضل يكون الاختيار مع المعايير من قبل هيئه علماء الازهر الشريف ام لا؟ يعني صح ولا غلط يعني ببساطه شديده؟ يعني والله ده من باب يعني حاجه اجمل واجمل، يعني ما فيش طالما ان هناك معايير والله، يعني اذا رؤيه والسيد رئيس الجمهوريه راى ان هذا واجبا ورده الى مجلس الشورى ومجلس الشورى راى قبول هذا، فوالله ما فيش ما يمنع. طيب حضرتك جميل قلت ده اجمل وجبة، ممكن يعني تبقى معي على الهاتف وانا معايا الحقيقه يعني الدكتور عباس شومان وهو رئيس قسم الشريعه الاسلاميه بجامعه الازهر. دكتور عباس، ايه رايك في موضوع ان ما يقال عن ان البعض خايف من تسييس هذا الامر، تسييس الهيئه الشرعيه، فيعني بالبلدي نريح دماغنا وندي الاختيار وفقا حتى لهذه المعايير لهيئه كبار العلماء بالازهر الشريف وهي من تختار هذه الهيئه؟ ايه رايك في الكلام ده؟ هو هيئه كبار العلماء، انا اتحدث عن رايي الشخصي، يعني ما قلته في اكثر من مؤتمر، ودكتور محمد البلتاجي كان معي وهذا رايي، هذه اختلاف وجهات نظر. هيئه كبار العلماء لا تتحدث عن مساله سياسه ولا تسييس الامر، وانما هي تتحرى المجتمع له ثقة عالية في الأزهر، صحيح، وليس في مصر وحده بل في العالم كله، تريد أو يريد الأزهر أن يخرج المشروع نموذجا يقتدى به حتى للدول التي سبقتنا كثيرا في تطبيق مسألة الصكوك. نحن تأخرنا كثيرا في تطبيق هذه الأداة، ونريد عند خروجها أن تخرج نموذجية، لأنه لا يصح بحال من الأحوال في بلد الأزهر أن نطبق أمرا شرعيا تطبيقا أقل عن مثيلاته في أي دولة، بل أو أن يكون بعيدا عن الأزهر، بل لا لا لا، ليس مسألة بعد أو قرب. الأزهر دائما يؤكد أنه ليست الجهة التي تصدر القرار ولا الجهة التي تصدق، ويحترم مجلس الشورى ويقول أن سلطة، إن سلطة التشريع في هذا الوقت لمجلس الشورى، دكتور مفهوم وإنما ولم يطلب، مش جهة تشريعية، ولم يطالب بشيء ولم يختلف على شيء، ولكن إذا طلب رأيه فهو يبديه ويتعاون في، هذه هي المسألة. فالأزهر يريد أن تكون الهيئة الشرعية هيئة مؤهلة كويس جميل بمعايير، لا يختار ولا تكون المسألة هكذا، وإنما أهل الاختصاص أهل الخبرة. الحاصل على الدكتوراه، هناك جهات تمنح الدكتوراه في الفقه وفي الأصول
وهذه الجهات غير معترف بها في الأزهر ولا أكاديميا. مثلا الأزهر لا يريد أن يصل إلى الهيئة الشرعية شخص ليس مسيسا ولا من الإخوان ولا من السلفية ولا هذا، ليس هذا المؤهل من أي فصيل كان من حقه أن يتولى أي شيء، ونحن ضد مسألة حرمان أهل الخبرة والاختصاص، لكنه يريد أن يصل المؤهل شرعا. المؤهل شرعا مسألة السكوك مسألة عندنا نحن هنا مسألة جديدة، مسألة لها خلفيات شرعية وفقهية وأصولية وحسابية ويعني محاسبية. خليني أفهم من كلامك يا دكتور. صحح لي اللي أنا فهمته من كلامك، لأن أنت أميل وجهة نظرك الشخصية أميل أن يترك هذا الاختيار حتى وفقا لأي معايير للأزهر أو أي طبعا جهة تابعة للأزهر. ليس لا لا أقول أن عضو هيئة الشرعية يجب أن يكون من الأزهر، ما حدش قال كده، لكن الاختيار. نقول اختياره من المؤهلين. لا يختلف شخصان على وجه الكرة الأرضية أن هيئة كبار العلماء هم كبار العلماء، هم أهل الاختصاص، هم أقدر على يعني تعيين من المؤهل ومن ليس مؤهلا. نسمع رد الدكتور النجار حوالين رأي دكتور عباس شومان. بالتأكيد سمعت يا دكتور نجار رأيه، إيه رأيك في الكلام ده؟ وإن الأفضل لأن الأمر يترك لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وفقا لأي معايير أنتوا هتوضعوها أو مجلس الشورى وضعها في ثنايا القانون يعني. أولا نرحب بأستاذنا الفاضل الدكتور شومان، وهو يعني رجل فاضل ورجل موضوعي ورجل يعني في راسنا جميعا. نتحدث وأكد وضوح أن مسألة الاختيار هي مسألة إدارية بحتة في ضوء وجود معايير. إذا ما اتفق معك الدكتور شومان، ويعني أنا يعني أقل منه علما وسنا وكل حاجة، بارك الله فيك، وأكد معه أن هل المطلوب هو ترك الاختيار عمليه الاختيار مطلقا لهيئه كبار العلماء دون وجود معايير واضحه وشفافه منصوص عليها في القانون، ام وجود المعايير ومساله الترجيح من عدمه تعاد لهيئه كبار العلماء؟ يعني انا عاوز اسمع رد الدكتور شومان. دكتور يعني سمعت سؤال الدكتور نجار. رايك؟ رأيي الشخصي أن هيئة كبار العلماء تختار بمعايير، هي تختار بمعايير، لا تعين، هي تقول إذا سئلت، إذا طلب منها هذا أن عباس شومان غير مؤهل لأن يكون عضوا في الهيئة، هم يعرفون هذا لأنهم هم من أوكل إليهم اختيار مفتي البلاد. كويس. يعني كان هناك أكثر من 25 شخصا مرشحين ومؤهلين للإفتاء، هم اختاروا واحدا من بين هؤلاء. طيب. يعني ويقولون هذا هو أفضل من يتولى هذا المنصب. إذا في طيب. مسألة هيئة شرعية هم يقولون فلان فلان بناء على المعايير، المعايير بناء على تخصصه، بناء على ابحاثه. لا 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 ليست جهة الاختيار. دكتور تعليق اخير قبل ما اغلق، مع يعني قبل ما انهي المهاتفه مع حضرتك. اسف لم اسمع اجابه واضحه من الدكتور. الدكتور ببساطه شديده بيقول انا مش مختلف على قصه المعايير، ضعوا ما شئتم من المعايير لكن اتركوا الاختيار في النهايه لهيئه كبار العلماء بالازهر الشريف اللي هي اساسا متروك لها اختيار المفتي نفسه. يعني على العكس تماما، ده افضل يعني بصيغه التفضيل، اقصى صيغه التفضيل، لان انا في النهايه طالما ان هناك معايير فالجميع مطمئن. وطبعا حاله بقى ان الهيئه اذا يعني مساله الترجيح حتى في حاله التساوي زي ما تفضل دكتور شومان، وهو يعني يتحدث بموضوع شديده في مساله ان حتى اذا تساووا في درجه الدكتوراه فقد يكون هناك جهه افضل من جهه اخرى وهكذا، فمن يوصف طيب. فيها هو فعلا هيئه كبار العلماء، وهذا امر مسلم، وضحت الفكره، يعني ما عندناش مشكله فيها. شكرا جزيلا دكتور احمد النجار مستشار وزير الماليه لشؤون السكوك، كنت معنا عبر الهاتف. دكتور بلتجي رايك في الموضوع؟ بس احب اوضح جزئيه مهمه جدا من خلال التطبيقات العمليه في البنوك، قطاع البنوك الاسلاميه اللي انا عايش في 30 سنه. كويس. كيف تعمل الهيئات الشرعيه؟ الهيئات الشرعيه ديت القانون بينص على ان هي 9 اعضاء. اولا القرار يطلع بالاغلبيه ولا تختلف كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تختلف مجيء علي على بطل. فهذه الامور لن يفتي احدا من الساده العلماء. يعني طبعا انا مؤيد فضيله الدكتور عباس في انه فعلا قد يكون المعايير هامه جدا لوجودها، وبرضه راي الازهر مهم جدا، ولكن انا بتكلم على التطبيق العملي للهيئه الشرعيه. عندما يصدر قرار من هذه الهيئه
فإن في أغلبية من العلماء يتفقوا على رأي معين. كويس. لن يفتي أي من العلماء حسب معايشي لهم في هذه السنوات كلها برأي يخالف أحكام الشريعة الأصلية. جميل. وهذا الأمر معناه إنه مش هيتفق خمسة ستة من أعضاء الهيئة على كويس. رأي يضر. أميل لإيه؟ أميل نحط المعايير، يعني مجلس الشورى أو أيا كان الجهة اللي بتحط المعايير. لكن في الآخر يترك الأمر لهيئة كبار العلماء وفقا لهذه المعايير. وليد الدكتور عباس قال حتة مهمة جدا وهي أن هناك دي هو كما قال ان بعض الحاصلين على رسائل الدكتوراه في الفقه المقارن قد تكون من جماعات ليس من من الاهليه بمكان ان تحمل هذا الامر. صحيح. لان الافتاء هذا امر خطير جدا. صحيح. ولكن يهمني ان يكون فعلا من يخرج، وطبعا لا 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 غبار لان ما شاء الله في الخريجين الازهر في هذا الامر ليس لهم يعني مثيل، وكذلك في بعض الجماعات الاخرى. ولكن نقول ان في الاخر هي هذه الهيئه في عملها عندما تصدر قرارا لن يخرج قرارا بطريقه مخله بالشرع. افهم الاجابه ايه؟ ان هي مع ان يكون عند الازهر ولا لا مش فارقه؟ انا معود معايير والازهر له دور ايضا ودور في الاختيار او يكون له الدور النهائي في الاختيار. الدور في الاختيار من يضع المعايير؟ انا بسال المعايير دي من يضع المعايير؟ ما احنا نروح هنا بقى مجلس الشورى، ما هو يعني هو مجلس الشورى هو اللي وضع القانون بشكل او باخر وناقشوه المفترض قبل ما يرفعوه لرئيس الجمهوريه. كان رايكم ايه في الموضوع ده؟ الحقيقة أنا أعتقد أن عدم وجود دور لهيئة كبار العلماء في تعيين هذه الشخصيات المرجو ترشيحها وفق هذه المعايير ليس أبدا انتقاصا من هيئة كبار العلماء ولا قلة ثقة لا سمح الله في الأزهر الشريف. يبقى أن الأزهر الشريف هو أكبر هيئة علمية في العالم تعبر عن المسلمين من أهل المذهب السني. جميل. ولكن يبقى أن احنا اعتقدنا أن وتخيلنا أن هؤلاء العلماء اللي هيختاروا قد يكون عدد كبير جدا منهم من هيئة كبار العلماء نفسها، فربما يكون في هذا نوع من تضارب المصالح. يعني انا اعتقد ان 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 عدد من يعني من علماء المنتسبين الى هيئه كبار العلماء سيكونوا في 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 الصفوف الاولى في هذا في هذا الشيء. استاذ فقي عايز افهم، لكن يبقى تفضل انا بقول بوضوح القانون ببساطه شديده بيقول مين الهيئه او الجهه المنوط بها الاختيار بغض النظر عن المعايير. لا 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 ده انا هريحك خالص خالص. انا هقرا لك الماده 20 اللي هي بتتكلم صفحه 23 اهي، بتتكلم على المعايير. انا كنت عايز الجهه مش عايز المعايير. لا بتتكلم على كل حاجه. انا مع الجهه معروفه. بتقول ايه بقى في موضوع بص الجهه؟ بص يا سيدي، وزير الماليه تنشا هيئه شرعيه مركزيه لاصدارات الصكوك. جميل. من 9 اعضاء تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء. كويس. خلال 2 شهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على ترشيح وزير المالية. وزير المالية. ويشترط في من يرشح عضوا في هذه الهيئة شروط. هي دي المعايير، في شروط. طب بس احنا مسكنا مربط الفرس هنا وزير المالية. لا خد بالك بقى. جهة الاختيار وزير المالية. خد بالك بقى. هيعلن عن الترشيح، هيعلن عن فتح باب الترشيح. سيتقدم من يتقدم. جهة معينة ستطبق هذه المعايير. وربما يكون فيها خبراء من هيئة كبار العلماء وغيره في جهة مراجعة الأوراق. هذا ينطبق عليه الشرط الأول والشرط الثاني والشرط الثالث يبقى مجاز. ده في شرطين وشرط لا يبقى غير مجاز. يبقى أنا عندي لائحة. عندي لائحة بتضبط أو قانون بيضبط. ولائحة بتنظم وتفصل. وعندي سجل بيساء. بس سيبني أكمل لأن ده مهم جدا. أنا بس ضيق الوقت عندي مخليني عايز أعرف كم كبير من المعلومات. ما احنا أصلا الموضوع ده أخد وقت كبير ولابد أنه يتضح بقى كله بالمرة. أوضحه لحضرتك بالمرة وللسادة المشاهدين. هيتعمل سجل، السجل ده هيطلع فيه 20 شخصية أو 30 شخصية. كويس. لأن أصلا المؤهلين لهذا الموضوع قد يكونوا هم ضعف هذا العدد. ربما بعضهم لا يتقدم، هو أصلها يعني مش مغنم قوي يعني. واخد بال حضرتك، علمائنا مطلوبين في العالم كله. كويس. ولهم أدوار عظيمة وليسوا في حاجة إلى مثل هذه الأمور. هيتقدم 20 30. وزير المالية
هياخد الكشف يوديه لرئيس الوزراء، ورئيس الوزراء هيختار من هذا الكشف العدد المطلوب اللي هم كام يا فندم؟ التسعة يعني الأعضاء. لو هو اتقدم، أنا آسف، لو اتقدم 100 برضك هياخد ال 100 يوديهم رئيس الوزراء، رئيس الوزراء هيختار. طيب ايه الموضوع يا دكتور عباس؟ لكن بقى قبل انا بس اصل كلام دكتور عباس هيخلي حضرتك لازم ترد عليه. لا مش رد، اصل هو بس لا 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 مش انا كنت في مقترح، احنا بنحاول نفهم والله في مقترح لراي وسط بس هقوله بالمره انا بسجل هنا. اتفضل. في لائحه تنفيذيه تتعمل، انا اعتقد ان اللائحه التنفيذيه دي ومن الممكن ان تتضمن في الماده 20 ان تكون هيئه الازهر، هيئه علماء، هيئه كبار العلماء في الازهر الشريف احدى الجهات المنوط بها ترشيح شخصيات كفؤه لهذا الامر. يا دكتور عباس، هل تتوقع ان يكون في ملحوظه من قبل الازهر الشريف وهيئه علمائه ان يكون الجهه المنوط بها اختيار الهيئه الشرعيه لموضوع السكوك هي الازهر الشريف وفقا او هيئه كبار علماء الازهر الشريف وفقا للمعايير التي ستوضع من قبل الجهه الاداريه او مجلس الشورى ايا كان؟ تتوقع ان تكون هذه الملحوظه وارده، يعني تكتبوها في اثناء ملاحظتكم على هذا القانون بعد قراءته ودراسته؟ هو بس في البدايه انا لي عتاب على اخي الاستاذ محمد. تفضل. ما كنت اتمنى يعني ان يقول مساله تضارب المصالح، لان هيئه كبار العلماء اكبر من ذلك بكثير، ده مصطلح قانوني ووجودهم اذا قلنا لا لا اذا قلنا على تضارب المصالح فهناك تضارب مصالح قطعا في مجلس الشورى، وهناك تضارب مصالح في وزارة المالية، وهناك تضارب مصالح في اي جهة تختار. اذا اردنا ان نتحدث عن هذا فلن ننتهي. هيئة كبار العلماء أكبر من ذلك بكثير، ووجودهم في أو واحد منهم في أي هيئة أو أي مجال شرف للمكان الذي يوجد فيه. فالمسألة يعني ما المانع إذا كنا نتحدث عن هذا الأمر ووجد وقبل أحد قامات هيئة كبار العلماء أن يكون عضوا في هيئة شرعية، فهذا شرف للهيئة الشرعية. لكنها يعني أليس مؤهلا؟ يعني إذا اختير شخص من هيئة كبار العلماء هل يمكن ان يطعن عليه بانه ليس مؤهلا لان يكون وارد ان يكون ملحوظه من ملاحظاتكم ان جدا يكون انا ملاحظه لي شخصيا انا قدمتها اكثر من مره وقدمتها اكثر من مره، هذا رايي. ولكن نحن نقول الان هي مجرد اراء. صحيح. هيئه كبار العلماء لا تطالب ابدا ان تكون جهه اصدار قرار، لكن لا يمنعها احد من ان تقول رايها إذا طلب منها. طيب. حين يطلب منها تقول هذا فقط. ملحوظة من قبل هيئة كبار العلماء أو الأزهر الشريف أن يا جماعة لو سمحتوا خلوا الجهة المنوط بها الاختيار الهيئة الشرعية التسعة دول هي هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، وضعوا ما شئتم من المعايير، هل هيحصل مرونة في هذا الأمر؟ احنا في الحقيقة أنا بس لازم أوضح أمر مهم جدا، احنا مش عايزين نبقى شديدي الحساسية تجاه بعض المصطلحات القانونية. أنا أنقل مدار إن وهذا مصطلح قانوني لا يمس أي عالم من علمائنا الأجلاء ولا قداسة لأحد. هذه نقطة برضو لابد إن احنا يعني نتحدث عن المواضيع بشيء من الاعتدال. وإحنا في الحقيقة يعني المسألة زي ما قال زميلنا هي مسألة إيه؟ مسألة إدارية وقرار إداري، وإحنا في اتجاه إن احنا نعطي الدولة شكل أكثر مدنية. المسائل لابد ان احنا نتعامل، ولو رجعنا الى التاريخ الاسلامي بس انت في حاجه شرعيه. نعم. منطقي يعني لو لا غير منطقي غير منطقي. انا بحترم نظر البعض. لا انا بحترم الراي ان احنا نروح لكبار العلماء كما يقول البعض. انا بحترم الراي الاخر جدا كل الاحترام، لكن احنا مش عايزين نبقى شديدي الحساسيه الى درجه الافراط تجاه مصطلح قانوني. انا لم امس هيئه كبار العلماء لا من قريب ولا من بعيد. لو انتوا عايزينها دوله مدنيه خلاص نلغي بقى هيئه لا 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 خلاص نلغيها. ليه ندخل الدين في الموضوع طالما لو هي مساله المعنى كده؟ لا مش معناها كده. مش معناها كده. ما هو ده الخلط اللي بياتي الى الناس. انت عايز ايه؟ انا عايز دوله حديثه ولكن مرجعيتها الشريعه الاسلاميه، وارجع الى عصر الرسول صلى الله عليه وسلم والى كل العصور بعدها تجد الفقهاء مكرمين معززين على راس يعني لهم كل التقدير والاحترام، ولكن الذي يقود الدولة والذي يحرك المسائل ليسوا هم الفقهاء،
ولكن يؤخذ باستشاراتهم ويستفتون في المسائل الفقهية وفي غيرها. وده وضع احنا بنؤسس ليه، واحنا امامنا حريصين ان احنا نظهر امام العالم مصر حديثة ليس كما مش هو القرآن اللي بيزيد بيقول. أنا مثلا آسف، القرآن بيقول فاسألوا أهل الذكر جدا كده؟ أهل الذكر في المسألة ديت في اختيارها يا أشرعية بالتأكيد هيكون سألنا أهل الذكر احنا هيكون الأزهر وهي كبار العلماء يا فندم. هذه مسألة وضع المعايير، وضعت المعايير ولا يختلف عليها أحد أبدا، ومسألة اختيار شخص من شخص هذا قرار إداري وليس فتوى شرعية بأمر واضح واضح جدا. أنا لما يبقى عندي مشكلة فقهية أروح أسأل حد فقيه، وعلى فكرة حتى يعني ما يصدر عن أكبر هيئة فقهية احنا هو برضو مجرد رأي استرشادي، وانا من الممكن ان انا اسأل فقيه ليس داخل هيئة كبار العلماء او غيرها، وده لا ينقص من احترامنا لهيئة كبار العلماء ولا يعطي قداسة لاحد. طيب دكتور بلتاج، واضح ان في يعني وجهات نظر متباينه ومختلفه، وده عموما امر طبيعي صحيح. وصحي كما كما تقول، لكن الحقيقه هي بس نقطه مهمه جدا، ما دام هي هيئه شرعيه يعني ويغلب عليها الطابع الديني وهي جزء من شغلها الحلال والحرام، علشان طالما ان احنا رايحين لمساله السكوك، اما يجب من وجهه نظر البعض نترك الامر ايضا لجهه شرعيه للاختيار، الا وهي الازهر الشريف من خلال مؤسسه هيئه كبار العلماء، ولا الكلام ده ممكن يودينا زي ما الدكتور الفقي بيقول لا لدوله دينيه؟ مش عايزين برضك دوله دينيه في الموضوع ويبقى الحكم في الاخر لرجال الدين حتى ولو كان في امر السكوك. انا عايز اوضح جزئيه خاصه. ايه هو دور الهيئه الشرعيه في السكوك؟ اتفضل. لا ده دول المعايير، ماشي، المعايير موجوده والاختيار موجود، لكن الهيئه الشرعيه في السكوك هي اللي ليطمئن اصحاب السكوك او الموجودين في السكوك من ان هذا الصك عندما تم اصداره وتطبيقه وتنفيذه وتصفيته في النهايه لم يخالف في الناحيه الشرعيه نهائيا. فهذا الامر مهم جدا لمن للناس اللي هم جايين او يرغبوا فعلا في التعامل في هذه الاليه، الاداه الماليه التي تكون احنا بنقول عليها اداه مساعده للادوات القائمه، مش قلنا هتلغي كل الادوات القائمه في مصر، لا احنا بنقول دي اداه بتساعد من هذه الادوات في تحقيق ان شاء الله التنميه في مصر. ولكن من الايه؟ ان الهيئه الشرعيه النهارده هي عايزه تاكد لاصحاب السكوك دي ان احنا فعلا عندنا ضوابط شرعيه لكل معاملاتنا. وضع معايير مهم جدا زي ما قال السمحان فيه برضه، ممكن ايه ان في اللائحه التنفيذيه اللي هي بتعد حاليا دلوقتي قد يوضع فيها اللي بتضحى مين؟ وزاره الماليه؟ اللي بتاع وزاره الماليه فريق عمل برضه شغال في هذا الامر، وقد يكون فيها جزء انه يقول لك لابد من وجوع الى هيئه كبار العلماء في اختيار الـ هذا الامر، لكن بيقول احنا بيقول ايه؟ حسب القانون بيقول ايه؟ ان يتم التصديق على هذه الاختيارات من قبل مين؟ رئيس مجلس الوزراء، عشان يكون ليها ايه؟ يكون ليها استقلاليه كامله في انها تبدي رايها، لان الهيئه الشرعيه في التطبيقات العمليه يعني لو قالت ان هذا الصك غير مطابق لاحكام الشريعه وقفت الدنيا خلاص وانتهت العمليه. وده دورها مهم جدا بالنسبه لنا، دورها من البدايه حتى النهايه قائمه. دكتور عباس، وانتم بيرفع عليكم القانون، عارفين دوركم هنا استشاري ولا ملزم؟ احنا نصر على ان يكون دور الازهر استشاريا. استاذ محمد انا اطلب منه ان يهدأ، احنا مش يعني مش في نزاع ولا في خلاف ولا وصلنا لمسألة القداسة ولا الدولة الدينية التي تتكرر كثيرا، وقررنا مرارا وتكرارا ان الازهر الشريف يرفض هذا تماما ويرفض ولاية الفقيه ويرفض الدولة الدينية، وفضيلة الامام نفسه يكرر هذا مرارا وتكرارا الى ان يعني المفروض ان يمل الناس من هذه المسألة ولا ينطقون فيها أبدا، لأن دور الأزهر واضح. الأزهر إذا طلب منه الرأي يبديه ويرفض أي ولاية أو أن يتجه في أي اتجاه. المقدمة دي أفهم منها أن دوركم استشاري فقط، والأزهر لا يطالب بأن يعين الهيئة الشرعية حتى يفهم. الأزهر لا ولا أنا أطلب أن تكون هيئة كبار العلماء هي من تعين. الذي يعين هو رئيس الوزراء أو أي جهة. نتكلم عن جهة الاختيار وليس جهة التعيين. ما المانع؟ احنا نقول حتى نطمئن هذه هي الجهة المختصة ترشح.
هذا المسألة يأخذون بهذا أو لا يأخذون به، دي مسألة لا تقتضي كل هذا النزاع يعني. هذه هي القضية، هذا رأينا، ولا يستطيع أحد أن يحجر على الرأي العلمي، وهو يقول رأيه، والدكتور محمد يقول رأيه، ووزارة المالية تقول هذا لا مشكلة. والدور استشاري لحضرتك تعقيب، و 30 ثانية و 30 ثانية للدكتور فقي، أستاذ فقي تعقيب أخير. هو قد يكون ترشيحات من هيك ورد العلماء، وقد يكون ترشيحات من جهات أخرى. هناك أقسام الشريعة في جامعة القاهرة وجامعات عين شمس، وأساتذتهم فقهاء يحصلون على رسائل دكتوراه في فكر مقرر، وينطبق عليهم هذه الشروط ونستعين بهم ايضا في هذا، هم لهم الحق برضه في الترشح لهذا الامر. نختم بتعقيب لحضرتك سريع. تعقيبي الاخير عود على بدء ما قلت، ما قاله التقرير في البدايه عن صدام وشيك، لن يكون هناك ابدا صدام، ابدا ابدا لن يكون هناك ابدا صدام بين مجلس الشورى وبين الازهر الشريف، لم يكن هناك أي صدام ولن يكون هناك أي صدام. ما كل ما يقال عن تسييس محتمل، هذا الكلام مش صحيح. طيب. مش صحيح. ممكن ترد عليها في كلمة واحدة، رأي الأزهر استشاري أم ملزم؟ يعني أنا وقت انتهى فأرجوك رد سريع. استشاري أم ملزم؟ بكل تأكيد استشاري، وما قلته هو رأي مقترح أنه يضمن في اللائحة التنفيذية من إحدى الجهات. طيب. التي ترشح هي هيئة كبار. شكرا جزيلا دكتور أو أستاذ محمد الفقي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية مجلس الشورى، كما أشكرك دكتور محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، وأخيرا دكتور عباس شومان رئيس قسم الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أشكركم شكرا جزيلا، كما أشكركم مشاهدينا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.